بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم معايا في الفيديو ده. في الفيديو ده قررت اعمل سلسلة فيديوهات للمبتدئات، يعني ابتدي من البداية خالص في وضع الغرز. يعني الفيديو ده هبتدي واعمل ازاي نحط الغرز على الابر بكذا طريقة. ايه رأيكم؟ السلام عليكم، نبدأ الفيديو يا جماعة واوريكم طرق وضع الغرز على الابر. ده فيديو للمبتدئات. قررت ان اعمل فيديوهات سلسلة كده لتعليم المبتدئات من البداية معايا على القناة. بس قبل ما ابدأ الفيديو يا جماعة عايزة انبه لحاجة. مشتركاتي اللي كانوا من زمان وقدام كانت في بعض الشكوى لان في يعني بعتولي وقالوا لي انا الفيديوهات بتاعتك مش شغالة عندي، فمش عارفة ايه المشكلة. بس انا اللي اعرفه ان دلوقتي المشتركات معايا وضغطين على سبسكرايب وكده، بس من زمان بس ما بيتفعلوش وما بيشوفوش الفيديوهات. سمعت ان ادارة اليوتيوب بتحذف المشتركات دول، ادل مش بتفعلوا مع القناة، اي قناة يعني، فبيحذفوهم. فعايزة اتأكد من كده، يعني بنبه على اللي بيشوفني بيشوف فيديوهاتي يتأكدوا من يضغطوا تاني على سبسكرايب ويضغطوا على الجرس كمان عشان يجيلهم الفيديوهات اول باول اللي بتنزل ويشوف الفيديوهات. ويمكن تتحل مشكلة بعض المشتركات اللي كانوا بيقولوا الفيديوهات مش شغالة وما بتفتحش عندي. يلا بقى نبدأ الفيديو كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ازاي اول طريقة لوضع الغرز على الابر. طرق كتيرة بس اسهل طريقة، اول حاجة بنجيب الخيط معانا كده ونسيب جزء كبير كده الناحية دي على حسب الغرز اللي احنا عايزينها، نسيبه كده وبس نتعلم اهم حاجة، يعني مش مهم العدد دلوقتي. ونعمل عقدة، العقدة سهلة خالص اهي كده، اللي لسه بيتعلموا او صغيرين ومش عارفين يعني سهلة خالص. بنلف، ناخد على صابعنا ونلف الخيط كده، نعمل كروس كده ونروح واخدين الخيط مدخلينه في الدايرة بالطريقة دي. كده عملنا عقدة، نحط بقى الإبرة فيها ونشد كده، هيبقى فيه فرعين للخيط، فرع صغير كده والفرع الكبير اللي فيه البقرة بتاعتنا. هنا انا بشتغل على خيط متوسط السماكة، التخن بتاعه يعني صوف اللي زي متوسط السماكة، وعلى ابر اللي بيتعلموا لسه جداد اللي بيفضل يكون خيط تخين وابر تخينة كمان، هي يسهل لهم الشغل. بعد كده بصوا ناخد كده، هعملها بطريقة، الطريقة دي بتتعمل بطريقتين. بصوا ناخد كده فرع من الفروع، مش مهم ده ولا ده، ناخد الفرع واحد كده ناحية ايدنا دي واحد ناحية ايدينا دي، نلف الخيط على صابعنا الشمال ده ونحط، نعمل عقدة ونحط الخيط كده ماشي. وبعدين ناخد التاني نلفه على الابرة ونطلعه، نلف كده نعمل تاني كده كده ونطلع الإبرة من قلب الدايرة. هي الطريقة دي يعني يعتبر يعني طريقة متقدمة شوية، هوريكم الطرق أسهل من كده كمان. بصوا دايرة أدخل الإبرة فيها وأجي الخيط بإيدي الشمال اليمين ألفه على الإبرة وألف الدايرة دي أطلعها من الإبرة تاني، عملت لنا غرز. شايفين يا جماعة أهو، سيب الإبرة دي هو على إبرة واحدة كده ودي كده كده، نشوف كم خطوة يعني عملنا كم خطوة كده. اول حاجة لفينا كده اول خطوة، بعد كده نحطها في الابرة، بعد كده ناخد الخيط الشمال الخيط اللي في ايدنا اليمين، تالت خطوة نلفه على الابرة، رابع خطوة اطلع الدايرة دي تاني من الابرة. يبقى اربع خطوات، اول خطوة اهي، تاني خطوة بحط في الابرة، تالت خطوة باخد الخيط على صابع السبابة ده اللي في ايدي اليمين هلفه كده والفه على الابرة، رابع حاجة اطلع الدايرة اللي عملتها دي تاني من الابرة واشد. كون لنا عدد من الغرز اهي زي ما انتم شايفين، هنعملها بقى اسرع اهو، اربع خطوات ناخد الخيط الفرع التاني نلف كده ونطلع ونشد اهي. مش لازم نشد في البداية الغرز قوي عشان لما نيجي نشتغلهم اول سطر يبقوا سهلين. نفس الطريقة دي، هي بتدي نفس النتيجة، بتتعمل على بإيد واحدة. بصوا ناخد كده الفرع ده والفرع ده ونلف، بصوا كده ونحط الإبرة ونطلع، بدل يعني ما نمسك الخيط ده بالإيدنا اليمين، لا هو كله في إيد واحدة، ونلف ونخرج
ناخد الفرعين كده بنفس الايد، واحد حوالين الصابع ده واحد حوالين الصابع ده، ونعمل الدايره ونطلع هنا الخيط، ناخده ونطلعه من قلب الدايره. تعملوها كده بايدين الاثنين او بايد واحد. دي طريقه اهي، حطينا الغرز على الابره العدد اللي احنا عايزينه. بس الطريقه دي لازم يكون الخيط ده تكتروه شويه، عشان لو في عدد معين احنا عايزين تكتروه شويه، حتى لو في زياده ما يجراش حاجه، يدنه في اول الشغل كده. طيب في طرق تانية اسهل كمان، وفي طرق كمان من المتقدمين اكتر عملتها في القناه، بتعمل شكل حلو في البدايه. ايه الطرق السهله؟ في طرق سهله خالص، ان احنا نعمل الدايره او عقده البدايه كده، بصوا وتحطوا كده، دي يعني للمبتدئين خالص، دي اتعلمتها وانا لسه يعني طفله صغيره. بصوا كده بس، عقده كده اهي، بصوا بمنتهى البساطه، يعني بنعمل دايره كده حوالين ايدينا، نلف وناخد، بصوا هي عملت كروس اهو كده حوالين صابعنا، ونحط على الابره اهو، او بصابعنا ده اليمين باي طريقه اهي، من طرق وضع الغرز على الابره والبدايه. كان المفروض دي اعملها الاول، يعني دي ابسط خالص اهي، بصوا اللي بتبتدي جديده خالص اول مره تمسك الابره، تاخد الابره والخيط تعمل دايره او عقده، وتلف باي طريقه سواء على صابعها ده او صابعها ده، السبابه او الابهام، وبالايد اليمين او بالايد الشمال، تحط تمسك الابره بالايد الشمال وتعمل بايديها اليمين اهو اهو يا جماعه، ممكن كده حسب ما تستريحي الوضع اهو، او كده كده. حطينا الغرز برضو على الابر، يبقى عملنا الطريقة الاولانية، ودي الطريقة البسيطة خالص. وفي طرق كمان اجمل بقى، تعمل لنا حرف كده هنا جميل ازاي، ناخد طبقتين من الخيط كمان، بصوا طبقتين كده، تعمل لنا حرف تخين وسميك لغرز البداية، ده كأنه تزويق للشغل كمان في نفس الوقت. وبرضو نيجي هنا هنعمل عقدة هنا، دي جزء اهو، نعمل عقدة عند البداية بتاعت بداية اللي هو الخيط الزوجي، وده الخيط الفردي اللي هو فيه البقر، نحط الابرة فيها في العقدة دي ونبتدي. مش كده، لا خلي الخيط اللي هو الزوجي ده السميك ناحية ايدي ناحيتي، والتاني الفردي هنا، واعمل بص نفس الطريقة اللي هي بتاعت اللي اشتغلتها في الاول، بس المهم في عندي الخيط ده زوجي والخيط ده فردي، الزوجي في الجزء اللي انا حطاه ده واخداه، وده الخيط الاصلي. ابتدي بصوا الف واحطه على الابرة، ممكن اخده هعملها لكم عشان تبقى اسهل عليكم، خليها في الايد دي، واعمل نفس الطريقة، الف الخيط اللي هو الفردي ده حوالين الابرة واطلع العقدة، هنشوفه بعد كده هيبقى شكله ايه. ممكن تستمروا على كده، ان الخيط الزوجي هيعمل لنا بصوا يديني غرز البداية من تحت حرف سميك اهو، نفس الطريقة الاولى، بس المهم الخيط اللي هو واخدينه ده الجزء ده على طبقتين، جزء الخيط اللي فيه البكرة في ايدنا اليمين اللي هو خيط فردي. هتشوفوا شكل الغرز اللي احنا حطيناها، عملت شكل جميل سميك تحت غرز البداية. نستمر، بصوا بقى الغرز شكلها عامل ازاي، بتبقى سميكة تحت ولها حرف كده غرز البداية زي ما انتوا شايفين. طب في بقى طريقة تانية، هي زي هي نفس زي دي، بس ايه، بنعمل خطوتين كل مرة، وريكم بصوا، مرة هعمل كده ومرة بالعكس، الف الخيط اخده فوق الصابع وهنا، والف بالابرة اخده كده، واكرر برضو حوالين الخيط الفردي ده واطلع، هعملها تاني، يبقى مرة بنعمل كده، بصوا بتدينا ازواج فوق من الغرز، هوريكم تاني. دي متقدمة، دي للمتقدمين مش للمبتدئين،
يعني بصوا اهي، مرة كده ومرة بالعكس، ببطء تجربيها. بصوا تدي غرزتين جنب بعض كده، يبقى مرة كده ومرة كده، مرة عادي ومرة، شايفين معايا؟ شوفوا بقى النتيجة، مقرب كده نشوف الغرز شكلها ايه. بصوا الغرز شكلها عامل ازاي، بينالكو من ورا، سواء من هنا او من هنا، سميكة وعاملة زي الزجزاج، عالي وواطي اهي. والغرز ازواج ازواج، نكررها تاني بس دي للمتقدمين مش للمبتدئين يا جماعة. تعلمي الاول الطريقة البسيطة، الخيط اللي هو الزوجي تحت ده اللي يعمل لنا الحرف، لكن الخيط الفردي اللي بشتغل فيه هو اللي على الإبرة. نعمل تاني بالراحة، مرة كده ومرة بالطريقة دي، شايفين يا جماعة؟ الطريقة دي جميلة قوي، بس دي او تبتدي بقى الشغل هنا، شايفين الشكل جميل ازاي؟ ده يبقى الوش. بصوا طريقة رائعة بصراحة، بس اتعلمي الاول لو انت بتبتدي، اتعلمي الطرق السهلة الاول. يا رب تكون عجبتكم طرق وضع الغرز على الابر بالطريقة دي. في طرق بقى اسهل واسهل كمان نعملها برضو مع بعض، هوريكم بقى طريقة كمان اسهل واسهل. احنا مش عايزين خيط نازل كده، ناخد من الاول خالص، نعمل عقدة برضو في الاول الخيط على طول، عقدة بداية، ونحطها برضو على الابرة، مش عايزين خيط نازل ولا حاجة. ونيجي نحط الابرة اليمين في العقدة دي الدايرة، ونلف الخيط على الابرة بتاعتنا اللي في ايدنا اليمين، ونطلعها من الدايرة، وناخدها نحطها على الابرة الشمال. بصوا عملنا العقدة، وادي غرزة اولى، نحط في الغرزة الاولى ونلف ونطلعها، ناخدها بالابرة الشمال من على الابرة اليمين. بقى عندنا غرزة كمان، نحط في نفس الغرزة الابرة اليمين، ونلف الابرة ونطلعها، وناخدها على الابرة الشمال، شايفين يا جماعة؟ هتتكون لنا غرز بالطريقة دي. نحط تاني بمنتهى البساطة كده كده. في بقى بيعملوها كمان، مش نحط في نفس الغرزة اللي احنا عملناها الجديدة، نحط بين الغرزة الجديدة والغرزة اللي وراها القديم. بصوا نطلع غرزة وبرده نحطها بالإبرة الشمال، ناخدها، دي برده طريقة، نحط بين الغرزتين القديمة والجديدة. بصوا يا جماعة في الفراغ اللي بينهم الاتنين، مش في قلب الغرزة، ونكون غرزة على الإبرة الشمال، نخليها مرخرخة شوية، ونحط بين الغرزتين آخر غرزة واللي قبلها اهو بالطريقة دي. الطريقة دي بتكون لنا غرز عندنا على الإبرة العدد اللي احنا عايزينه اهو، الغرز اتكونت على الإبرة بالطريقة دي. نبتدي بقى نشتغل، يعني دي من طرق، دي طرق بسيطة برضو، ما يكونش فيه خيط طويل كده، ولا نعمل حساب نشوف الخيط اللي احنا خدناه ده يقضي ولا ما يقضيش، لان الطريقة اللي بناخد فيها جزء دي لازم نبقى عاملين حساب الفتلة طولها قد ايه على حسب الغرز اللي احنا هنكونها على الإبرة. يا رب تكون عجبتكم الطرق دي، والمبتدئات يستفيدوا من الفيديو ده، وان شاء الله اكمل واعمل سلسلة كده من الفيديوهات للمبتدئات. بعد وضع الغرز كده نبتدي نعمل غرز بسيطة جدا تبتدوا بيها تتعلموا التريكو. مع السلامة بقى، قابلكم فيديوهات جاية كتير. ما تنسوش يا جماعة تفعلوا الاشتراك تاني على القناة المشتركات القدام، وكمان انا يعني بعتب على المشتركات القدام اللي كانوا معايا على القناة. المشاهدات قليلة خالص من المشتركات، يعني المشاهدات جاية من غير المشتركات بالقناة. اتمنى المشتركات القدام يفعلوا الاشتراك ويدوسوا على الجرس ويتابعوا قناتي، واللي عايزينه يطلبوه
التعليقات، اطلبوا اي طلب انا مستعدة، واي غرزة جديدة مستعدة اعملها لكم. واللي ما اشتركش بقى في القناة وبيشوف القناة اول مرة ما ينساش يضغط لايك على الفيديو، وكمان يدوس على سبسكرايب واللي هو اشتراك، وهيطلع له بعد ما يدوس على سبسكرايب هيطلع فيه جرس، يضغط على الجرس، وبعد ما يضغط على الجرس هيتك على كلمة الكل او قول عشان يشوف كل الفيديوهات اللي بتنزل اول باول. مع السلامة، اقابلكم قريب ان شاء الله.